السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطبخ من الخشب، مطبخ تكلفة كتير بسيطة، تقريبا 300-350 دولار، من أنظف أنواع الخشب. تقريبا أخذ معي 6 ألواح خشب، هذا هو الخشب. الدولف أغلب المطبخ خشب ساندويش، هذا كتير بتحمل مية، من الشكتين معمول، من الشكتين فورمايكا، من الشكتين ملبس فورمايكا، انتوا عليك بس تقصوه وتركبوه. والمجدة نفس الشيء، خشب ولكن خشب ضد المية، ملبس من الأعلى فورمايكا ضد المية، مثل ما انتوا شايفين. هو بسيط وروعة. إذا الفيديو بوصل لخمسة آلاف لايك حعمل تفاصيل أكتر عن المطبخ وكيف ممكن إحنا نشتغلوا المطبخ، وعن موضوع الطناجر والأدوات اللي نستخدمها للطبخ. أما بخصوص الحرف، إحنا ممكن ندهن الحرف بالبويا، أنا دهنته بالبويا، واللي مش حابب يدهنه بالبويا ممكن، اللي مش حابب يدهنه بالبويا ممكن نوضع هذا لاصق بالمكوى، لزق بالمكواية. الأمر كتير سهل وكتير بسيط. كل بيسألني ليش كله نظام دروج ما في ضرب، السبب سهل التعامل، بدل ما احنا ننزل وندور على الأشياء، هيك الأشياء كلها قدامنا، هيك بكون أرتب وأسهل إنه احنا نطول الأشياء، بدل ما احنا ننزل تحت، هيك احنا شايفين من فوق، شايفين كل الأغراض الموجودة في الأدرج. افضل من موضوع الدولف احنا ننزل وندور جوا، هيك كله امامنا بالدرج. كثير سألوا وين احنا ممكن نوضع بقايا الطعام، هذا هو بقايا الطعام نوضعها، ممكن نوضع اكثر من سلة لبقايا الطعام، هذا تحت الحوض. الموضوع كثير روعة وكثير في سلاسة. الحوض هذه مغلقة عشان في حوض هان، هذه مغلقة هذه مشان الحوض، هذا مش درج ولكن ناخذ شكل الأدرج. والله كتير المطبخ عجبني كتير، يعني أكثر مطبخ أرتاح له، وهيك بسيط وكل شيء مغول. تحت التناول الأيدي، يعني بصفح لك لحمة هذا ورز وتعمل خضار سلطة. كتير ممتاز، تفضل يا جماعة. تفضلوا تعدوا معنا. دائما اللي بيعمل مطبخ يفضل الحوض يكون مقابله الشباك. لما بكون الشباك مقابل الحوض او اثناء ست البيت ما بتطبخ يكون في شباك، هيك ما بتحس ست البيت بالملل. خصوص الظهر، انا ما وضعت ظهر خلف النمالي، انا استكفيت بالكراميكا مثل ما انتم شايفين. ها روعة وكتير، الأمر بسيط جدا، شايفين كيف؟ هان أنا اعتمد على كراميكا بدل الخشب بالظهر، هيك أنظف وأرتب. الفرن إن شاء الله هنعمل عليه كتير وصفات حلوة، وهذا هو الطباخ وهذا الشفار. أتمنى تكتبوا لي رأيكم تحت التعليقات لأنه رأيكم كتير بهمني. في أمان الله.